خوتي السلام عليكم ومرحبا بكم. اليوم ان شاء الله بغيت نتكلم لكم على هاد ليزيات بلوتوث، هاد الايربودز من شركه ديال اواي. شركه اواي معروفه بالجوده ديالها. المهم انا خديت كونتيتي كثيره من هاد ليزيات. علاش؟ لانه الثمن ديالهم رخيص، الثمن ديالهم ما تتعداش 160 درهم، الثمن ديال الجمله ديالهم 160 درهم. والحاجه اللي عجبتني فيهم بزاف هو هما موجهين للالعاب. كيف ما تشوف راه كاين واحد اللوغو او واحد الصوره ديال مانيطه تما، يعني هاد ليزيات راه تيدعموا الالعاب، يعني جيمينغ، يعني ما يمكنش غادي تلقى الديكالاج ما بين الصوره والصوت. هادشي اللي كاين. المهم ما كانش عندي الوقت باش نجربهم، خديت منهم كونتيتي كثيره. جا عندي واحد الوليد واحد المره، بعتهم شي ناس اخرين بغاو غير الموسيقى فقط، خدم لهم مزيان صراحه، فيهم صوت زوين. بالنسبه للثمن ديالهم راه الصوت زوين، حتى كاين صوت جاد من هذا، ولكن الثمن هادو رخاص وفيهم صوت زوين، حتى الباتري راه كيديشارج بزاف، يعني شكرهم ليا الناس. ولكن باقي ما تيستيش فيهم الالعاب حتى اليوم. جا عندي واحد الوليد وبغى يدير لهم الالعاب، قلت له هادو راه مخاصين الالعاب، ما غاديش يمكن يكون في الديكالاج، راه الشركه ما يمكنش تكذب علينا، دارت لنا هاد المانيطا غير ما يمكنش تكون دارتها غير هكاك. المهم دام الوليد وجربوا، ولو اني انا تنقول ما يمكنش يكون 160 درهم وما يكونش ديكالاج يكون موجه للالعاب، راه شويه سي با لوجيك. المهم دام الوليد جربهم ورجعهم ليا من بعد ساعه ونص، قال لي هادو راه كاين ديكالاج ما بين الصوره والصوت. حتى انا شديتهم وجربتهم، فعلا كاين ديكالاج ما بين الصوره والصوت. الوغ هاد ليزيات بالنسبه للبيع والشراية تنصحكم ما تاخذوهمش، ولا خذوهم راه مزوينين، ولكن ملي تبيعهم للكليان ما تقولش لي هادو راه ديال الالعاب، راه ما عندهم حتى علاقه بالالعاب. هاد ليزيات هاد النوع هذا ديال بلوتوث راه ما خدامينش الالعاب. الصوت زوين، الباتري زوين، اما الديكالاج راه كاين ديكالاج ما بين الصوت والصوره، مثلا فري فاير او بابجي او كال اوف ديوتي. دونك هادو غير موجه للالعاب، وانا شخصيا راه خديت منهم واحد الكونتيتي كثيره، وراه غادي نحيد هاد العلامه هادي باش ما نبقاش نلقى مشكل مع الكليان، باش ما نغلطش الكليان. خاصنا نكونوا واضحين، هادشي اللي عطى الله. ونتمنى من الشركه بلا ما نبقى ندير لنا هاد اللوغو بحال قلتي كتزعمك باش تشري، وفي اخر ما تلقى راسك انت واحد، واش الدري نقول لي ما ترجعهمش ليا؟ راه ما يمكنش، واش راه ملود الالعاب والالعاب فيهم ما خدامينش. هادشي اللي عطى الله، نكونوا واضحين. هادشي اللي كاين اخوتي في هاد الفيديو. غدا ان شاء الله راه غندير لكم واحد الفيديو غادي نتكلم فيه على واحد الشركه شخصيا، هضروا معايا شي اشخاص على ودها، وفعلا عجبتني واحد لو سيت ويب سميتو لاكي ماروك. هاد لو سيت ويب راه عنده علاقه ب يعني بلي سيت اللي كتقدروا نتوما تشريو منهم، مثلا شي حد تيشري من جوميا او من اليكسبريس او دوطخ سيت، بزاف لي سيت تيشريو منهم، انت تشري انت منهم وما تستافد والو. هاد لو سيت الا تسجلتي فيه هو الاول قبل ما تشري من هذوك، حتى هو كيدعم هذوك لي سيت، يعني الا تسجلتي في هاد لو سيت اللي سميتو لاكي ماروك مثلا وشريتي، ما شريتي دي زوبجي، شريتي تليفون، شريتي مكياج، بنت شرات مكياج، شي حاجه، المهم اي برودوي كتشريه راه تيعطيوك واحد الروميز تيرجعوه ليك، انت ما غادي تخسر والو. تسجل في لو سيت مادام انت كتشري سلعه باغ انترنيت، يعني مثلا جوميا او عطا الله لي سيت اللي تشري منهم الانسان، ما غادي تخسر والو. كون سجل في لو سيت قبل اللي سميتو لاكي ماروك، يعني فاش غادي تشري شي برودوي، اي برودوي شريتي غادي يعطيك واحد الروميز، واحد النسبه مئويه، يقدر حتى 20%، وداك الشيء كيبقى يتسجل عندك فين ما تشري شي برودوي، وما تيديروا بحال هكا باش يشجعوك باش تشري مره اخرى ومره اخرى. المهم انت ما تخسر والو، كي شاري شاري، يعني بحال قلتي راه غادي تستافد. انت نظن هذا السيت راه زوين صراحه، تيبان لي زوين، ما فيه حتى شي حاجه اللي مشتل ليك، تبان لي مزيانه. نقدر نبسطها للناس اللي ما فهموش، مثلا انا مول المحل عندي الوليد خدام معايا، فاش تيبيع مثلا شي تليفون، باع شي تليفون مثلا ب 1000 درهم، انا عطيته واحد 20 درهم من عندي. السيد الكليان هو خدا التليفون ب 1000 درهم، انا غنعطيه 20 درهم من عندي، علاش؟ باش يبقى ياخذ من عندي دائما. هادشي اللي درتو هاد الشركه تنظن، هاد لو سيت ويب اللي سميتو لاكي ماروك، هادشي اللي تنظن هي تدعم بعض دي سيت وكثير من لي سيت. راه غادي ندير لكم فيديو غنوريكم لي سيت ونوريكم الطريقه كيفاش كتخدم. كثير من لي سيت حتى لو سيت كاع اللي ما كانش مسجل تما، راه قدرت تكتب سميتو ويطلع عليك، وكيعطوك النسبه المئويه اللي تقدر تربح في اي برودوي تشريه. بحال قلتي دائما ترى عندك روميز، دائما انت عندك واحد بورسونتاج، دائما عندك موا 10% موا 20% دائما راه عندك، واخا ما يكونش بعض المرات بروموسيون كاين في ذاك البرودوي، راه غادي تستافد بواحد لا روميز زائد البروموسيون اللي عطيك الشركه الاخرى اللي غادي تبيع لك. هادشي اللي كان اخوت، السلام عليكم.